السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا، يا ترى ايه؟ وائل الإبراشي يطمئن جمهوره وأصدقائه ويعود إلى الشاشة قريبا. خبر اللي معانا بيقول: تحسنت صحة الإعلامي الكبير وائل إبراشي مقدم برنامج التاسعة على التلفزيون المصري وتعافيه من تأثيرات فيروس كورونا. وقال الإبراشي في تصريحات خاصة: إن الله من علي بالشفاء من الأعراض الصعبة وبشكر كل من اطمئن علي، معلنا أنه سيعود قريبا إلى عمله بعد تمام شفائه. كان قد غادر الإعلامي وائل إبراشي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية من إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. تشهد الحالة الصحية للإعلامي الكبير حالة من الاستقرار بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل إبراشي على فيسبوك عودته لتقديم برنامجه التاسعة مساء المذاعة التلفزيون المصري، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا ومغادرته للمستشفى. وصلنا لنهاية الخبر. وأقول لكم برضو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، منسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر. إلى اللقاء.